بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أول اجتماع اللجنة التحضيرية لإعداد المؤتمر الخامس اللي غيكون في بداية شهر فبراير إن شاء الله. الآن بعد تحديد اللجنة التحضيرية سيتم اليوم تعيين النواب الرؤساء اللجان اللي كاينه خمسة اللجان، تعيين المقررين ووضع التصور العام الاستراتيجية اللي غتشتغل عليها اللجنة التحضيرية في أفق إعداد الوثائق المذهبية وكذلك لجنات الفرز ولجنات اللوجيستيك اللي غيشتغلوا حول إعداد لهذا المؤتمر، واللي حنا بغينا يكون المؤتمر ديال المغاربة كاملين غنفتحوا ما نبقاوش منغلقين غير داخل البام. غيكون يكون مؤتمر للمغاربة كيفاش المغاربة كيشوفوا في البام، وغادي نفتحوا ورشات جهوية اللي غتسمح للجميع يدخل ويشارك معنا في هذا المؤتمر. اليوم نحن بصدد انعقاد الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للتهيئ للمؤتمر الخامس لحزب الأسرة والمعاصرة. اللجنة التحضيرية تنعقد اليوم بشكل موسع اللي كتضمن خمس لجان اللي من خلالها غيتم التهيئ لهذا المحطة الديمقراطية اللي كيعول عليها الحزب باش يجدد الهياكل ديالو وباش يقيم الأداء ديالو بالشكل اللي غيخليه يستمر استقبالا بالشكل اللي يستجيب للانتظارات ديال المناضلين والمناضلات ديال الحزب الأصالة والمعاصرة، واللي كذلك للمواطنين والمواطنات عبر ربوع المملكة. إذا تم هيكلة اللجنة التحضيرية الخمس لجان، هي اللجنة ديال القوانين والأنظمة، لجنة اللوجيستيك، لجنة فرز العضوية، ولجنة البيان الختامي.